بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أحكام العصبة بالنفس ثلاثة. أحكام العصبة بالنفس ثلاثة، ثلاثة أحكام لا يتجاوزها منها: أولا أن من انفرد أخذ كل ما خلف الميت من المال، فإن كان قريبا كابن وأخ ونحو ذلك، أو بعيد بأن كان عصبة ابن عم إلى آخره، أو الموالي العتيق العاصب بالنفس من جهة العتق، كذلك يأخذ المال كله قل أو كثر المال. نعم. أولاً، أن من انفرد منهم أخذ كل المال، لقوله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وهو يرثها، يرث أخته إن لم يكن لها ولد، فهو عاصب يأخذ جميع مال أخته إذا لم يوجد أقرب منه. فقد ورث الأخ جميع مال الأخت إن لم يكن لها ولد، والابن وابنه والأب والجد أولى لقربهم، وقيس عليه بنو الإخوة والأعمام وبنوهم والموالي بجامع التعصيب. جامع التعصيب أن كل عاصب يأخذ المال قل أو كثر إذا لم يوجد له مزاحم، إذا لم يوجد صاحب فرض فإنه يأخذ كل المال. ثانيا، إذا كان مع صاحب فرض أو فروض يأخذ ما أبقته الفروض، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. كذلك إذا كان معه صاحب فرض فإنه يأخذ ما أبقت الفروض قل أو كثر. الأولى لم يكن معه صاحب فرض فإنه يأخذ المال كله. الثانية معه صاحب فرض، يأخذ صاحب الفرض نصيبه والباقي يكون للعاصب. ثالثا، أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط إلا الابن، فإنه لا يمكن معه الاستغراق، والأب والجد فإنهما يرثان عند ذلك بالفرض السدس. الحكم الثالث الذي يتعلق بالعاصب أن العاصب إذا استغرقت الفروض التركة فإنه يكون ساقطا لا يرث شيئا إلا بعض الورثة، فإنه لا يمكن أن تستغرق الفروض التركة. فمثلا هالك عن زوج وأخت شقيقة، هالك عن زوج وأخت شقيقة استغرقت الفروض التركة، فالعاصب الذي هو أبعد من الأخت الشقيقة كالعم وابن العم وابن ابن العم وهكذا فإنهم يسقطون، لأن الفروض استغرقت التركة، فالفروض للزوج النصف ولابن وللأخت الشقيقة النصف أرضا. ولا تستغرق التركة الفروض ما دام معهم ابن أو أب أو جد، فإنه إن كان معهم ابن أخذ نصيبه ويسقط ما عداه،
وإن كان لم يكن معهم ابن وإنما معهم أب أو جد فإن الجد يأخذ نصيبه إذا كان فيه ابن يأخذ نصيبه بعد الابن فرضا. الأب والجد إذا ورثا لا يسقطان بحال، يعني الأب إذا كان وحده أو الجد وحده فإنه لا يسقط الأب والجد لا يسقطان من الميراث بل كل يأخذ نصيبه. فمثلا هالك عن ابن فقط، لمن يكون الميراث؟ للابن. هالك عن زوجة وابن، يا تأخذ الزوجة نصيبها فرضا والابن يأخذ الباقي. هالك عن أب وجد، هل يسقط الأب الجد أو الجد يسقط الأب؟ هالك عن أب وجد فإن الجد يأخذ نصيبه السدس، لا ما يأخذ شيء مع وجود الأب بجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعله. فإن الجد يسقط حينئذ. هالك عن جد وابن ابن ابن ابن، هل يسقط الجد؟ لا يسقط، وإنما يسقط عن التعصيب، يأخذ نصيبه كوارث فرضا، يأخذ الجد وإن على نصيبه الذي هو السدس والباقي يكون للابن تعصيبا. في قوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، الأخ عاصب لأخته إذا لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فالابن أقرب من الأخ بالميراث ولا يأخذ الأخ شيئا مع وجود الابن. استغرقت الفروض التركة سقط العاصب إلا الابن، فإنه لا يمكن معه استغراق الفروض التركة فإنهما يرثان عند ذلك بالفرض السدس الأب والجد. هلك هالك عن جميع الورثة، جميع الورثة بما في ذلك الأب والجد. من يأخذ المال؟ الأب والجد يأخذ السدس، يأخذ السدس الأب فقط، وأما الجد فلا ميراث له لكونه يحجبه الأب. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث متفق عليه وهو يعادل كثيرا من أحكام الفرائض. ألحق الفرائض بأهلها، يعني أعطوا الفروض لأهلها سواء كان الفرض قريبا أو بعيدا كالزوجة والأخ لأم وغيرهم من أهل الفرض، فإنهم يعطون فروضهم وما بقي فلأولى رجل ذكر حسب الميراث. اقسم. هلك هالك عن ابنين وأخوين لأم وأب وجد، عن ابنين وأخوين لأم وأب وجد. ترى من ستة، يعني من عدد رؤوسهم. كيف تقسم؟ للجد للأبي السدس والباقي
لابنين بينهم والأخوة لأم يسقطون بالأولاد وبالآباء والجدود كلهم يسقطونهم. هلك هالك عن زوجة وثلاث بنات وأخ شقيق لمن يكون الميراث، عن زوجة وثلاث بنات وأخ شقيق للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنات الثلثان والباقي يأخذه الأخ الشقيق، ومن عداهما يسقط. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب وأختين لأم، من يأخذ الميراث؟ أختين شقيقتين وأختين لأب وأختين لأم. المسألة من أختين شقيقتين وأختين لأب وأختين لأم. بكم؟ بكم ستة؟ راجعت. نعم ثلاثة صحيح. الأختين الشقيقتين الثلثان اثنان، والأختين لأب الثلث واحد أو لأم، لأم والأب ليس له شيء. هالك عن ثلاث زوجات وثلاث بنات وثلاث أخوات شقائق ثلاث زوجات وثلاث بنات وثلاث أخوات شقائق. مسألة من كم؟ ثلاث زوجات وثلاث بنات وثلاث أخوات شقائق. لاحظ الأخوات وإن لم يكن هناك بنات فهن معهن معصبات لزوجات الثمن واحد، لكن من 24 ثلاثة، وللبنات الثلثان 16، ثلاثة وستة عشر 19، والباقي لمن؟ هذه ما وصلناها إلى الآن، باقي علينا فيها شوي عشان نصل. الأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. هالك عن جدة وعم، هالك عن جدة وعم. المسألة من ستة، للجدة السدس واحد والباقي كله للعم لأنه لا يوجد أقرب منه، فإن كان بدل العم ابن أخ شقيق فالباقي له وله مقدم على العم بجهة التقديم ثم بقربه وثم بعدهما التقويم بقوة جعلا، فالأخ الشقيق وابنه مقدم على العم. هالك عن ابن عاصب معتق وولي وأخته، عن ابن معتق وأخته، لمن المال؟ لابن المعتق فقد دون أخته. هالك عن ابن عم
وابن معتق، ابن عم وابن معتق، أقرب من جهتي أقرب جهة، الجهة لأنها جهة العمومة أقدم من جهة الولاء. هالك عن عم شقيق وعم لأب وابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق وابن عم وعم وابن عم شقيق وعم لأب، ليكون لابن الأخ الشقيق أقدم لأن جهته أقرب من جهتي العمومة. هالك عن ثلاثة أعمام أشقاء وثلاثة أبناء إخوة أشقاء، عن ثلاثة أعمام أشقاء وثلاثة أبناء إخوة أشقاء، لأبناء الإخوة الأشقاء وليس للأعمام شيء. هالك عن زوج وبنت وعم، عن زوج وبنت وعم، المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد وللبنت النصف ثلاثين وللعم الباقي تعصيبة أو الأخ، لا يستحق ما أبقت الفروض. الابن عصب، والعاصب تعريف أنه يسقط عند استقبال الفروض، فهل تستغرق الفروض التركة مع وجود الابن العاصب؟ لا، ما تستغرق. هالك عن زوج وعم وبنت وأخت شقيقة، عن زوج وبنت وعم وأخ وعم وأخ شقيق أخت شقيقة، مسألة من أربعة، للزوج النصف ولما لوجود الشقيق ولوجود لوجود البنت، للزوج الربع وللأخت الشقيقة مع البنت، البنت لها النصف والأخت الشقيقة لها الباقي تعصيبا. ما هل تأخذ البنت الأخت النصف؟ متى تأخذه؟ إذا كانت عصبة مع الغير. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هالك عن بنت وبنت ابن وشقيقة وأخت لأب، من يتولى القسمة؟ من يقسم بينهن؟ نعم، المسألة من كم؟ البنت لها نسبة من ستة،
من ستة. نعم صح. البنت لها النصف، وبنت الابن لها السدس أكملة الثلثين، والشقيقة لها تسقط تأخذ الباقي، تأخذ الباقي. والأخت الأب ليس لها شيء. صح. يقول السائل: يقولون أن الذهب الملبوس ليس فيه، ليس عليه زكاة مهما كثر. الذهب الملبوس هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى وجوب الزكاة في الذهب أيًا كان نوعه، ما دام ذهبًا فإنه يجب فيه الزكاة ملبوسًا وغير ملبوس. والقول الثاني أن الذهب الملبوس ليس فيه زكاة. يقول السائل: هل يصح طواف بدون وضوء، وما هو الدليل على اشتراطه؟ لا يجوز الطواف بدون وضوء، فليجب الطواف، يجب قبل الطواف الوضوء. يقول السائل: ما رأيك في من يدعو على أهل حلب ويدعو لبشار بالنصر عليهم لأنهم أهل سنة؟ وهذا وهذا من طلابك. أين الذي يدعو عليهم؟ يدعو على أهل السنة والجماعة، يدعو على الأخيار. اللهم أيدهم بنصرك وتأييدك يا رب العالمين. اللهم كن لهم ظهيرا وعوينا، ولا تسلط علينا ولا عليهم بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يقول السائل: هل يجوز للإمام أن يسجد سجود التلاوة في صلاة الفريضة؟ نعم، للإمام أن يسجد إذا مر بآية فيها سجدة أن يسجد، لكنه يشوش على المأمومين في هذا. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.